هل ينفع أصوم لميت تطوع؟ لم يرد أن ميت أن شخصا يصوم عن الأموات تطوع. وقد قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فسعيه الذي سعاه في الدنيا ينفعه، ولا يدخل مع هذا السعي شيء آخر إلا بدليل من كتاب الله. نعم، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه.